هل الواقع ممكن يتغير بسبب حاجة بسيطة؟ ده اللي هنعرفه في فيلم النهاردة، واللي اسمه سورس كود أو شفرة المصدر، واللي بيكون من 2011. قصتنا بتبدأ مع كوتلر ستيفنز، طيار في الجيش، اللي بيصحى في قطره ومش عارف هو فين، وبيبان انه مش مركز لما بتكلمه كريستينا على انه شخص اسمه شون، فبتسأله ماله فبيرد انه ما يعرفهاش، وبيقوم يفهم ايه اللي جابه هنا. بعدها بيرجع لمكانه تاني، وفجأة بيلاقي انعكاس حد تاني في الإزاز، فبيروح الحمام يشوف نفسه في المراية، وبيلاقي انه نفس الشكل اللي في المحفظة كمان. ولما بيطلع بيقول لكريستينا انه ما يعرفهاش ولا يعرف شون، وفجأة القطر بينفجر. بعدها بيصحى في مكان تاني، وبيسمع صوت واحدة بتسأل فين القنبلة في القطر، فبيسألها هي مين لما بتظهر على الشاشة، وبتقوله انه عارف ده. كمان بتعمل له اختبار للذاكرة، بس ما بيكونش مركز، ورغم ده بيلاقي انه افتكر وبيجاوب. بعدها بتسأله اسمها ايه، فبيقولها جودوين. في الوقت اللي بيظهر فيه دكتور راتليج يتأكد من حاجة، فبيطلب كوتلر يكلم باباه، بس جودوين بتفضل تسأله عن القنبلة ومين المفجر، وبيفتكر انه في محاكاة، بس هي بتقوله انها ترجعه كمان 8 دقايق يلاقي فيهم المفجر. فبيصحى يلاقي كريستينا بتقوله انها تسيب الشغل، وبيقولها انه نفس القطر بس في حاجة مختلفة. بعدها بيفضل يدور على حد بيتصرف بطريقة غريبة في القطر، وبيلاقي طالب بيرجع لحد محفظته، ولما بيفتكر ان الانفجار جه من وراه بيروح الحمام، وبيلاقي القنبلة في السقف فعلا، بس بيفضل يكلم جودوين تساعده يفكها وهو فاكرها سمعاه. بعدها بيسيب القنبلة وبينزل يدور على المفجر، وبيمثل انه من عملاء الاستخبارات، وبيطلب من الناس تقفل اجهزتها كلها عشان في اختراق، بس محدش بياخده جد. فبيجي جنب راجل شغال على اللاب وبيقفله وكمان بيضربه، وبتجري كريستينا تعتذر وتساعده، بس هو بيقول ان كده كده محدش حقيقي، وبينفجر القطر تاني. وبيصحى كوتلر مفزوع، وبتطلب منه جودوين يهدى ويقول لها لو لقى القنبلة، فبيتعصب عليها ويقول لها انه عاوز يكلم دكتور راتليج بما انه هو المسؤول، وبيكمل انه كان في افغانستان من يومين. فبترد جودوين ان ده كان من شهرين، وبتعرفه انه مش في محاكاة، وان فعلا في ناس هتموت لو فشل، فبيطلب معلومات اكتر. فبتكمل ان القطر ده انفجر فعلا، وان شون كان على القطر، وان في هجمات تانية هتحصل، ورغم انه لسه مش فاهم كويس بيقول لها كل اللي لقاه عن القنبلة، وبعدها بترجعه تاني. ولما بيرجع بيتعاد نفس الموقف، بس بيقرر يغير فيه، وبيطلب من كريستينا تقعد جنبه وتقوله لو شايف حد شكله مريب كأنها لعبة، فطبعا بتفضل تهزر. بس لما بيطلع راجل من الحمام بتقول كريستينا انه الوحيد اللي طلع من هناك، فبيشك فيه كوتلر، وبيطلب من كريستينا تنزل معاه من القطر وراه وتستناه لحد ما يرجع، وبيدخل يراقبه في الحمام. بعدها بيطلع يقعد جنبه على كراسي الانتظار، وبيقوله انه عاوز تليفونه، بس طبعا الراجل بيرفض، فبيهجم عليه وبيفضلوا يتخانقوا لحد ما القطر بينفجر تاني. وبيفتكر كوتلر انه ممكن يكون المفجر، فبيكمل هجوم عليه لحد ما بيزق الراجل بالغلط قدام القطر، ولما بيصحى ما بيقدرش يتواصل مع حد خالص، وبيحس بالبرد. في الوقت اللي بنعرف فيه من جودوين وفريقها انه في ورطة اول مرة حد يكون فيها، بس كوتلر ما بيستسلمش، وبيحاول يصلح المكان اللي هو فيه لحد ما بيوصل فعلا للدكتور اللي بيقوله ان هو اللي صمم المكان اللي هو فيه ده، فبيقطع كوتلر انه انقذ كريستين، بس جودوين بتتدخل وبتقوله ان دي مش مهمته، وان المهم هو الوصول للمفجر، فبيصمم انه انقذها، بس بيقطع الدكتور ويقوله دي في شفرة المصدر فما بيفهمش. فبيكمل الدكتور شرح ببساطة ان اللي فيه مش آلة زمن، انما طريقة لتجميع المعلومات من احداث حصلت اصلا، بس هو لسه مصمم على انه انقذها. فبتريحه جودوين وتدور عليها، وبتكون فعلا ماتت. بعدها رغم انه لسه مش فاهم كويس بيقولوله المهم انه لازم يرجع تاني دلوقتي، عشان في احتمالية انفجار اكبر هيموت اكتر من 2 مليون لو حصل، ودول اللي يقدر يساعدهم دلوقتي. وكمان بتقوله جودوين على مكان مسدس في القطر، وبتديله الصلاحيات يستخدم القوة المطلوبة. بعدها بيصحى يلاقي كريستينا لسه في القطر، وبيتضايق بس بيركز على المهمة، وبيروح يجيب المسدس، بس الامن بيمسكوه ويكلبشوه، وبتحاول تفهم كريستينا عمل كده ليه. فبدل ما بيشرح لها بيسألها لو ناقص دقيقة في حياتها هتعمل ايه، وبيكمل انه كان هيكلم ابوه يقوله انا اسف، وفي الوقت اللي بتقوله كله هيبقى تمام بينفجر القطر تاني. وبيجيله ذكريات غريبة مع كريستينا قبل ما يعرف جودوين ان المسدس منفعش. بعدها بيصمم يكلم ابوه،
وجودوين بتقوله هتحاول وبتتحرك عشان يشوف شعار المنظمة وبترجعه تاني. ولما بيصحى بيرسم الشعار وبيقول لكريستينا تدور على النت على صاحبه اللي في أفغانستان واسمه كوتلر، وبيلاقي حد مريب فبيفتش في شنطته بس بيسيبه لما بيشوف واحدة معاها شنطة جيش وبتشرح له الشعار، فبيطلب يتصل عليهم من موبايلها وبيوصل للدكتور فعلا، بس بترجع كريستينا تقوله ان صاحبه مات من شهرين. ولما بيصحى تاني بيسأل جودوين هل هو ميت، لانه لقى مقالة عن كده وكمان ابوه استلم وسام مكانه، وبتفضل تقوله يركز على المهمة بس بيصمم يعرف، فبتقوله ان عقله شغال بس جسمه من خياله، وبيسأل لو المكان برضو من خياله في الوقت اللي بيختفي فيه المكان، وبترد ان المكان ده مش المكان اللي جسمه فيه، فبيتعصب عليهم جدا لحد ما بيقول الدكتور انه لازم يرجع، بس بيقوله انه كلمه من القطر المرة دي، وبيرد الدكتور انها هتبقى واقع مختلف مش هتجيله هو. كمان بيقول ان اي جندي هيتمنى يخدم وطن اكتر من مرة بدل الموت، فبيرد كوتلر ان بالنسبة لمعظم الجنود ان يموت مرة واحدة في الخدمة كفاية للوطن، وبيقول الدكتور انه هيسيبه يموت لو نجح في المهمة وان لسه في 2 مليون في خطر. بعدها بيفضل بشكل غير انساني يرجعه اكتر من مرة ورا بعض من غير راحة لحد ما بيتعب، ولما بيطلب منه يسيبه لانه مش هيقدر بيتلاعب بيه بانه بيشغل صوت ابوه اللي بيقول بعد موته انه زعلان ان عمرهم ما وصلوا للتفاهم المطلوب بينهم، فبيطلب كوتلر يرجعه تاني. في المرة دي بياخد المسدس ويشيل الموبايل من القنبلة ويتصل على الرقم الوحيد اللي فيه، ولما بيرد حد بيقول له كوتلر يبص وراه، فبيبص اللي قدامه وراه فبيهدده بالمسدس، بس الراجل بيحلف انه بيكلم مراته، وبيتصل كوتلر كمان مرة وبيرن موبايل تاني، فبيعتذر وبيمشي، وبينزل ورا الراجل اللي سمع موبايله واللي بيرمي محفظته في القطر، فبيعرف كوتلر هويته، واللي بيطلع ديريك فروست، بس القطر بيقفل قبل ما ينزل كوتلر، فبيضطر يفتح مقبض الطوارئ، وبيقع بره القطر وبيتبهدل، بس بيكمل وراه لحد عربية بيضة كبيرة وبيوريله التليفون، بس هو بيفتح العربية من ورا في الوقت اللي بيطلع فيه كوتلر المسدس، وبنلاقي قنبلة ضخمة، وبتظهر كريستينا لما بيسأله الهدف بتاعه فين، فبيتشتت وبيضرب المفجر نار عليهم الاتنين، وقبل ما يمشي بيقول المفجر ان الهدف هو تدمير العالم قبل اعادة بنائه. المرة دي بيشوف كوتلر الذكريات تاني بس بصورة اوضح قبل ما يكلم جودوين، وبيديلهم كل المعلومات وبيمسكوا فعلا المفجر قبل التفجير التاني ما يحصل، وبيتناقش هو وجودوين عن احتمالية وجود عوالم تانية يقدر ينقذ فيها الناس اللي على القطر، وبيطلب منها ترجعه تاني مرة اخيرة وبعدها تسيبه يموت من غير ما تستأذن الدكتور، فبتتردد في الاول بس بتوافق في الاخر، وبتقول له شرف ليا التعامل معاك، وبيقول لها انه هينقذ كريستينا المرة دي، فبيصحى يقول لكريستينا انه يعزمها على قهوة وبتوافق، فبيطلب منها ينقذ العالم بس ويرجع لها تاني، وبيقوم يفك الموبايلات من القنبلة وبيسرق الكلبشات من الامن. في الوقت ده الدكتور بيبلغ جودوين تمسح ذكريات كوتلر وتجهزوا المهمة تانية، بس ما بتكونش موافقة. بنرجع القطر مع كوتلر اللي بيلحق المفجر وبيربطه بالكلبشات في القطر، وبيبلغ الشرطة كل حاجة عن القنبلتين. بعدها بيبعت رسالة لجودوين وبيكلم باباه على انه واحد صاحبه في الجيش، وبيقول له ان ابنه كان نفسه يعتذر له على العلاقة بينهم، فباباه بيقول له انه بيحبه جدا، فبيرد انه كان عارف. في الوقت اللي بتدخل جودوين تشوف جسمه في الكبسولة وقد ايه حالته صعبة. بعدها بيعرف الدكتور ده وبيحاول يدخل لها بس بتحاول تأخره عشان كوتلر يكمل المرة الأخيرة، وفي القطر بيسأل كوتلر كريستينا لو باقي دقيقة هتعمل ايه، فبتقوله انها هتخليها تفرق في حياتها فبيبوسها. في الوقت اللي بتفصله جودوين عن الأجهزة والأمن بيشوف حالة جسمه، وعلى القطر الانفجار ما بيحصلش، وبيقول كوتلر ان كل حاجة هتبقى تمام، وبينزل مع كريستينا بعدها يكتشف ان الذكريات اللي كانت بتجيله كانت هي اللحظة دي. وهي دي نهاية قصتنا النهاردة، كان معاكم محمود ابو شادي. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تشوفوا افلامنا الجاية، وما تنسوش كمان تشوفوا ملخصات افلامنا في ابريل وفي مايو. يومكم جميل.